حل بلادي يابا ورد وياسمين يابا يابا وريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين. ريحة البلاد مع ماريو. رجعنا لكم في ريحة البلاد، وأكيد قبل ما نخرج فاصل موسيقي كانت معنا الدكتورة إيناس الفنية العالمة بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. نقولوا لها مرة أخرى عسلامة ومرحبا دكتورة. مرحبا بك، سمحني على انقطاع الاتصال. عايشك يا دكتورة، أكيد هكا أحسن الصوت. نحكيه على الدفع النفاث ونحكيه على العلوم الكهرومغناطيسية. أكيد في الناس لو كان بسطوا العلوم العلم متاع ما معنى الدفع النفاث دكتورة؟ إذن هو الاسم المختبر اللي نخدم فيه اسمه Jet Propulsion Laboratory، يعني التعريب هو معهد الدفع النفاث، والاسم يرجع إلى بدايات المختبر في عام 1936 عندما تأسس هو المختبر بناء على سبب تأسيسه. في البداية هو ما يعرف ب دراسات يعني روكت بروبالشن، ولكن الآن النشاط الرئيسي لجيت بروبالشن لابراتوري اللي هو يعتبر واحد من مخابر الناسا، يكون أول أو ثاني مخبر للناسا بعد جودارد فلايت سنتر المعروف في واشنطن في ماريلاند بالتحديد. هو مهمته أساسا يعني تطوير الساتلايت ميشن، سواء كانت تعنى بعلوم الأرض أو علوم الفضاء. وأنا أشتغل في يعني بالتحديد في الرادار سكشن، يعني علوم الرادار، والجروب هو رادار ساينس يعني علوم الرادار بالضبط. واختصاصي إذا أردت أن أحدد هو الموديليزاسيون إلكترومغناطيك وكمبيتيشنال إلكترومغناطيكس، وهو محاكاة الانتراكشن actually between any electromagnetic wave and object، يعني محاكاة الانتراكشن entre une onde électromagnétique و أي جسم يمكن أن يعترض موجة إلكترومغناطيسية لفهم ما نرى من أي يعني instrument رادار أو راديوميتر. لفهم ما نراه يجب أن تتم المحاكاة، والموديلاسيون إلكترومغناطيك نو بيرمي إنه نفهم واش قاعدين نشوفوا بالرادار أو أي انسترومون آخر يستعمل اون اوند إلكترومغناطيك. واضح دكتور، واضح لانه واضح واضح على الاقل معناها في نسبه معينه، ولكن ما اهميه انكم تعرفوا ولا تحاكيوا هل الذبذبات او الكهرومغناطيسيه اللي في معناها في الاستشعار، في انكم تعملوا تسبقوا ولا تستبقوا، ولا معناها الاهميه نتاع العلم هذا. نبدأ ساعات نستسمحكم على اللغة الهجينة ساعات، يعني لا عادي عادي جدا، ساعات نقابل إنجليزية وساعات نقابل عربية. ميسالش ولكن هو التطبيق هو ما يعرف بالاستشعار عن بعد remote sensing en français télédétection. والفكرة هو أنه في إطار الاستشعار عن بعد احنا المهمة تاع الرادار او الراديوميتر يعني او الايمجر كلك سوا انسترومون يوتيليزي، نحبوا نستقبلوا ان سينيال ريفليشي، يعني نبحثوا اون الكترومغناطيك نستقبلوا سينيال ريفليشي، والا حتى ساعات ما غير ما نبحثوا اون الكترومغناطيك فقط نبحثوا ريستور ونشوفوا احنا السيرفاس دو لا تير مثلا شنو تنجم تبعث لنا باش نحصلوا على مجموعه من المعطيات سامحوني من الدوني داتا، وباش نجمو نفهمو شنو اللي شفناه او ماذا يعني اللي شفناه، يلزمنا نكونوا قبل عملنا موديليزاسيون الكترومغناطيك
وحسب لي بروبريتي ديليكتريك نتاع ما وجهنا له لوند الكترومغنيتيك نعرفوا شنو قاعدين نشوفوا بالضبط. يعني هذا ما يعرف في الـ في الـ في موديليزاسيون الكترومغنيتيك بالفورورد موديل والموديل ديريكت. كي نعملوا المحاكاه ان فورورد موديل بعديك تسهل علينا ما يعرف بالانفيرسيون دو دوني والا retrieval of data. نعطي يعني مثال سهل في في واحد من التطبيقات اللي استعمل فيها موديليزاسيون الكترومغنيتيك precipitation retrieval مثلا. يعني باش تعرف كمية مثلا الأمطار اللي قاعدة تشوف فيها في منطقة أنت وجهت لها أوند الكترومغنيتيك يلزمك تكون عملت الموديليزاسيون الكترومغنيتيك قبل ذلك وتعرف ماذا يعني كونتيتي معينه مثلا ان ترمز اوف دي بي. تعرف مثلا كميه امطار قليله باش ترجع لك سينيال معين، كميه امطار كثيره باش ترجع لك سينيال اقوى مثلا. لذا انت حسب السينيال اللي باش يوصل لك باش تعرف انت مثلا شنو هي كميه الامطار الموجوده في المنطقه هذيك. يعني بالضبط مثال سهل نستعمله دائما لتفسير العلاقه بين الفورورد موديل والديتا ريتريفر هي حكايه انه what we call dragon footprint. إنك أنت your data is a footprint. يعني تي دوني سون اون امبرانت وباش تعرف أنت cette empreinte appartient à qui تنتمي لشكون يلزمك تكون قبل مثلا سامحوني على التشبيه ولكن عملت مثلا جربت اختبرت مثلا ما هي الامبرانت نتاع نقولوا احنا ارنب نتاع اسد نتاع تنين وبعديك مثلا كي شفت الامبرانت تعرف لانك انت مسبقا عملت الفورورد موديل يعني موديل ديريكت تعرف انه اللي قاعد تشوف فيه مثلا تو حسب تاباز دو دوني كو تو نوري افيك تي طون تا موديليزاسيون انه اللي قاعد تشوف فيه مثلا نقولوا احنا ارنب لا لا عادي واضح فهمتك. معناها احنا نقولوا احنا نعملوا نحضروا تقريبا قبل هذا الكل نحضروا المعطياتنا والكل حاجه عندها خاصياتها وقت اللي توصلنا المعلومه نعرفوا تحديدا هذيك شنو فيها. نحكيوا على كميات الامطار، نحكيوا على المناخ، على الزراعه، على كل شيء تقريبا. المجال هذا صالح في كل المجالات الحيويه نتاع اللي تهم الانسان كسوا على الارض او في الفضاء او حتى على في القمر دكتورة. طبعا هو هذا اللي حكيته يعني هي الموديليزاسيون بصفة عامة بالضبط. ولكن يعني أنا أطبقها الموديليزاسيون إلكترومغنيتيك يعني كل ما يخص ال une interaction entre une onde électromagnétique et un objet qui a عنده خاصيات إلكتريك يعني باش يرجع لنا اللوند الكتروماجنتيك والا اشعه الشمس مثلا بالنسبه للراديومتر بحسب هو خصائص الالكترومغناطيسيه. ولكن يعني الدومين تاع موديليزاسيون سابليك ا توت لي سيونس يعني نعرف موديليزاسيون بيولوجي، موديليزاسيون في الميكانيك، في كل مجال تم الاختصاص هذا. ولكن انا الاختصاص يعني اللي نعمل فيه اساسا في الجي بي ال هو الموديليزاسيون الكترومغنيتيك مطبقه للاستشعار عن بعد بالذات يعني في خصائص سطح الارض وسطح الكواكب يعني ما يعرف بالانجليزيه ب ريموت سنسنج فور Earth remote sensing of Earth science, Earth surface and planetary surface. واضح. وانا نعرف اللي حتى في المجال الكهرومغناطيسي نجموا حتى نستعملوه حتى في ديتكسيون او في باش نعرفوا اليمين معناها نقولوا احنا الثروات نتاع الارض وباش نعرفوا برشا حاجات على طريق العلم تاعكم وعلم الموجات الكهرومغناطيسيه الحاسوبي. مجال صعيب ومعقد كما يقول الدكتور سامي العياري والنازا كما نقولوا النازا. هل انتم المختبر نتاعكم يعتبر واحد من مختبرات اللي يخدموا للناسا او يعني شكون تخلق قبل الناسا ولا المختبر نتاعكم؟ انت قلت 34. هو النازا كأجنس هي عباره عن مختبرات.
أولهم جي سي اف سي يعني معروف جودات سبيس فلايت سنتر معروف في مايلاند، وثانيهم جيت بروبورشن لابراتوري وعديد من المختبرات الأخرى الحق لا استحضر أسميها. ولكن جيت بروبورشن لابراتوري مثلا هو اللي كان هو المسؤول مثلا على إرسال روفر المعروف كيوريوسيتي للمارس، وهو حاليا قائم ب يعني أكبر مشاريع، وحاليا هو الميسيون القادمة اللي يريدون إرسالها إن شاء الله بحول في 2028 مارس سامبل ريتيرن، وهي أساسا الفكرة إنهم يحاولوا يسترجعوا أو ياخذوا تقريبا عند الروفر يعني سامبلز عينات عن الأرضية بتاع مارس اللي هو قاعد تو يجمع فيها. طبعا جي بي ال عنده كما نقولوا قسم كبير في توسكي بلانيتري ساينس يعني علم الكواكب، ولكن عنده اللي مش معروف برشا عن نازا ان عندها يعني بيجي كبير ايضا للأرث ساينس يعني علوم الأرض. وجي بي ال مثلا هو مسؤول على المشاريع حاليا دي تقريبا سيتم إرساله يعني قريبا هو نيسار، وإلا مشروع آخر يعني تم إرساله يعني في الأشهر الفائتة في شراكة بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إيزا، نسيت الاسم بالضبط، ولكن المسؤول عن قيس الرياح على مساحة على السيرفاس نتاع المحيطات. يعني هو واحد من مختبرات ناسا اللي يشتغل في الاكتشاف الكواكب وفي أيضا تعريف واكتشاف خصائص الأرض كسوة على علاقة بالمناخ أو مستوى البحار أو ما يعرف ب الأرض سامحوني soil moisture يعني الhumidity في السول خصائص الأرض بصفة عامة يعني والتغير المناخي. واضح دكتورة، لأنه احنا نقولوا كي نقولوا ناسا لأنه هي وكالة الفضاء أكثر حاجة ماشي في بالنا تخدم كان على الفضاء، ولكن هي كما قلت أنت موجودة وتخدم حتى في حاجات تعنى بالمناخ وتعنى بالزراعات وتعنى بالرياح كما قلت أنت، وهذا هو المجال كبير ومعقد كما يقول الدكتور سامي العياري. ويظهر لي عنا حتى توانسة أخرين موجودين في المختبر متاعكم، سي أحمد محجوب ومحمد عبيد يقول دكتورة إيناس. أنا دكتورة إيناس باش نمشي إلى أنت كعالمة بالمختبر هذا، قداش تقريب عندك أنت بديت التجربة معهم؟ عندك برشا أنت دكتورة؟ أنا بديت مع الجيت بروبورشن لابراتوري في سنة 2015 تحت ما يعرف بنازا بوست دكتور بروجرام، وذاك الحقيقة بعد ما كملت الدكتوراه متاعي في يونيفرسيتي بيير ماري كوري قدمت على البرنامج هذا، والفكره هو انك تقترح حل في مكتوب يعني في ما يعرف احنا نقولوا بروبوزل يعني تكتب صفحات من معناها بروبوزيسيون تاع الطريقه لحل المشكل لديهم يعني. والمشكل بالنسبة لي كان نحاول نقولها calculation of single scattering properties of precipitation particles يعني الاحتساب الخصائص الإلكترومغناطيسية نتاع جزيئات التساقطات يعني نحكيوا على الثلج بصفة عامة يعني ديك اللي يهتموا بها أساسا، وهذا يساعدهم على تخفيف الأخطاء اللي تصير في التوسكي يعني weather prediction معناها الميتيو نقولوا بالعربية الأحوال الجوية والأحوال الجوية
واضح تقريبا معناها نعم. ومن وقتها يعني سنة 2015 عملت لمدة 3 سنوات ناسا بوست دكتورال بروجرام، ثم كنت في وإلى حد الآن أنا على يعني في يعني joint position بين JPL و UCLA اللي هي University of California Los Angeles. أساسا نعمل على يعني أغلب بحوثي funded by GPM و GPM اللي هو Global Precipitation Measurement Mission اللي هي يعني تتعاون بين مختلف وكالات فضاء دولية انكلو يعني النازا ليزا من الوكالة الأوروبية كنيس الصندوق ناسيونال ريشيرش ساينتيفيك فرنسي جاكسا اللي هي الوكالة اليابانية الوكالة الهندية أيضا يعني هو كونستيلاسيون تاع ساتليت il orbite constamment ou il y a نوع من الكوبيراسيون entre toutes ces agences pour améliorer يعني le prediction weather prediction prediction اساسا يعني هذا كان نجم نقول الفورورد موديل الكالكوليشن اوف سينجل سكاتر بروبرتيز اوف بريسيبيتيشن بارتيكل اللي هو يسمح لهم انهم يحسنوا يعني الويذر اور رين ريتريفال اور سنو ريتريفال يعني الانفيرسيون دو دوني اللي عند على علاقه ب توريز اسكومون كي ابارتيان ا سيت كونستيلاسيون دو ساتليت يعني جي بي ام مثلا عنده الاشهر انسترومون هو جي بي ار دول فريكوانسي رادار يعني حسب الفريكونس نتاع الانسترومون كونسيرني انا اقوم يعني بالموديليزاسيون الكترومغنيتيك في الموديل ديريكت لتحسين فهمهم للبروبريتي نتاع الناش حسب الكونتيتي حسب التايم نتاع البارتيكول وما يسمح لهم بتحسين ليزالغوريتم الامبليمونتي على لي ساتليت باش يحسنوا وينقصوا الايرور نتاع الريتريفر نتاعهم هذه نقول احنا الاكتيفيتي برينسيبال اللي الحق نقوم بها مع الجيت بروبوشن لابراتوري منذ سنة 2020 أصبحت يعني أساسا يعني امبلوي يعني اوفيسيال للجي بي ال والتيتر متاعي يعني في الجي بي ال احنا عندنا اسونسيلمون دو تيتر دونك انجينيور و ساينتست دونك تيتر متاعي تي ساينتست وخدمت على بما اني انتمي يعني للرادار جروب يعني تلقى روحك تخدم على مختلف يعني different radar projects إضافة إلى forward model على علاقة بال precipitation retrieval يعني والinversion دوني على علاقة بال precipitation نخدم حاليا على forward model for surface vegetation يعني هذا الآن على علاقة بأي ساتليت يعنى ب النظر إلى المساحات الخضراء تقريبا الغابات أو المساحات الفلاحية على سبيل المثال يعني الميسيون اللي نجم يهتموا ونخدم معناها كما نقولوا عملي في الفورورد موديل فور فيجيتيشن يطبق لهم مثلا سماب واحدة من الميسيون ساتليت نتاع جي بي ال سويل مويستشر اكتيف باسيف وهذه تعنى بأنه تعطينا فكرة على الميديتي دو سول دون فاسون جلوبال والأهمية متاع الميديتي دو سول هي تعطينا كما نقولوا مهمة كثيرا دو سيكل امبورتون بالنسبة للبلانيتير اللي هما سيكل دو لو و سيكل كربون والميسيون الأخرى مثلا اللي نخدم عليها برشا حاليا هي جينيس اس ار يعني فكرة جديدة يعني تتداول حاليا في مجال العملي في الفيجيتاسيون اللي هي يعني في عود احنا نمشي ونبعثوا اوند الكترومغنيتيك ونكلفوا روحنا بالتونسي ونصنعوا يعني رادار واي نوت احنا جوست نستعملوا لي ريسبتور جينيسيس الموجودين في واللي قاعدين ديجا يوربيتيو في حول الارض
ونحاول نخطفوا لي سينيو اللي اللي يرجعوا يعني au lieu de d'envoyer un instrument actif نستعملوا فقط un instrument passif ونحاولوا نستفيدوا من لي سينيو الموجودين ونستعملوهم يعني باش نفهموا السيرفاس دو لا تير يعني لي دي نتاع الجينيسيسور. سامحوني يعني استطرد, ولكن les activités اللي نحق نقوم بهم هما موديليزاسيون aussi électromagnétique pour comme application tout ce qui est asteroid tomography يعني l'application هي انه كي نحبوا نرسلوا ميسيون يعني هذا pour ce qu'on appelle mission design preparation يعني وقت اللي نحبوا نحضروا مثلا ميسيون تمشي وتحيط بمثلا asteroid in certain configuration اللي احنا نحضروها نحبوا نعرفوا شنو النجم نشوفوا من البروبريتي دي الكتريك نتاع الاستيرويد هذاك يعني كويكب ونحبوا نفهموا البروبريتي انترن نتاعو عبر التوموغرافي بال ان انسترومون بصفة عامة المتداول تاعو نحب يرسلوا دي كيوب سات يعني دي ساتليت ذات احجام صغيرة تحيط بالكويكبات هذه المارة بجانب الارض ويحبوا عندما كي نقولوا لي سورفولي ويحيطوا بهم بطريقه انه يفهموا لي بروبريتي انترن نتاعهم عبر التوموغرافي وهذا ما نجم يكون يعني ما نجموا يفهموا شنو الطريقه اللي ويحضروا الميسيون نتاعهم من غير ما يعملوا الموديليزاسيون ديريكت ويفهموا عبر يعني حسب الكونستيلاسيون حسب الباساج حسب الطريقه avec laquelle il survole le كويكب يعرفوا شنو باش ياخذوا منه بطريقه مبسطه نجم يعملوا هذا الا اذا كان يستبقوا يعني ويحضروا الميسيون بالموديليزاسيون ديريكت ويعني واحد من لي كود كو شي اون تران ديفلوبي اي ابليكي ا سا دونك توموغرافي اوف they call this solar system small bodies so asteroid والكويكبات منذ التحاقي بالجي بي ال نجم نقول الميسيون سباسيال اللي كما نقولوا كنت على علاقه اكبر بها هي الرادار ريزن اللي ماشي اللي حاليا قاعد يحضر انه يرسل مع الميسيون اوروبا كليبر الاوروبا اللي هو كويكب النازا واحد من اقمار واحد من اقمار الكواكب اللي النازا انتريسي انها بالبروبريتي نتاعو وسترسل ان شاء الله في اكتوبر 2024 يعني اوروبا كليبر وعملي مع ريزن اساسا كان ما عندوش علاقه باعمالي البحثيه بلوتو في مجال احنا نقولوا سيستم انجينيرينج يعني سامبلومون une fois que le radar est développé ou et là déjà نعملوا une série de tests اللي تسمح لنا باش نفهموا اذا كان الرادار يلتزم بالمعايير اللي وضعها الباحثون عندما طلبوا يعني الديزاين تاع الرادار او ديفلوبمون تاع الرادار وهذا ما يعرف عنا بالريكويرمنت فيريفيكيشن and system engineering يعني نضعوا يعني ليست طويلة متاع تيست أفير للانسترومون رادار في هذه الحالة وحسب اللي دوني رترجع لنا نشوفوا يعني اسك الرادار يتجاوب مع ما طلب منها قبل يعني الصناعة وإذا كان فما مشاكل لازم يلفو لي زانونسي يلفو لي ريزودر وفي مرحلة ثانية يتم يعني الانتجراسيون تاع الرادار على الميسيون اللي يعني سيسافر عليها وتعاود نعاود نعمل التيست بنفس الطريقة إلى أن يتأكدوا يعني هي مرحلة كما نقولوا شاقة شوية يتأكدوا أنه الرادار يعني يستوفي كل الشروط إذا الى ان الى صنع من اجلها الى يعني ان تصل الى سيستم انجينيرنج ونخدم شويه اساسا على ريزن
في هذا الإطار. سامحوني أطلت لك حاجة. لا يعطيك الصحة. different activities اللي نعمل فيهم حاليا مع الجي بي. يعطيك الصحة دكتورة، وأكيد كما قلت أنت يلزمكم توصلوا في الأخر إلى أنكم تصنعوا حاجة معناها مأمولة وتوصلوا للنتيجة القصوى، وأكيد أن ناخذ معلومات ما كناش نعرفها من شأنها أن تعطينا الإضافة في كل المجالات وفي كل الميادين الحيوية اللي تهم البشر. أنا باش نسألك عن نازا دكتورة، وأنت بتاتر ما نعرفش نقوله قريبة للنازا، هل فما حاجات في النازا تعلنها وفما حاجات النازا ما تجمش تعلنها ولا ما تحبش تعلنها لأسباب أو لأخرى؟ خاطر نحسها كأني عندها علاقة بحاجات احنا ما نعرفهمش، وأكيد فما معناتها النازا تنجم تكون فما حاجات علمية تعملهم حاجات تعمل ولكن لا تعلنهم للبشرية، ولا الكل موجود النجم ونعرفه ياسر كل شيء. طبعا النازا تحمي كما يعرف احنا عندها تصنيف للمعلومات اللي ما عندكش الحق كأمبلوي يعني تخرجهم للعموم. يعني عندها دي كلاسيفيكاسيون بتاع المعلومات، هي يعني تقريبا يعني اللي تقولوا في الميديا، هو يعني حسب يعني كما قلت انت حسب خبرتي اللي موجود في الميديا، هو تعلن على كل أنشطتها يعني وعلى اللي قاعد يصير، ولكن الأشياء التي لا يمكن يعني التصريح بها أو كما نقولوا إخراجها العموم هي التكنولوجيا أساسا. يعني جزيئات يعني جد بريسيز في التكنولوجيا طبعا يعني تحتفظ بها الوكالات لنفسها، خاصة في علوم اللي لاحظته في علوم الفضاء، يعني فما نوع من المنافسة بين الوكالات العالمية، ولكن أنا أحس أن في علوم الأرض فما أكثر يعني كوبيراسيون منها منافسة، يتعاملوا مع بعضهم برشا خاطر يعني الهدف نقولوا احنا سامي ونبيل أنه نحسنوا الكوفرتور متاع البلانيتير وفهم خصائص الأرض وفهم محيطنا وفهم المناخ وفهم الأخطار اللي مثلاً الأخطار اللي ناتجة عن تغير المناخ ولا عن الإكستريم ويذر مثلاً، يعني الحكاية في عندما يتعلق بالأرض فيها حماية أرواح، يعني دونك فما أكثر يعني كوبيراسيون بين الأجنس انترناسيونال كرابور كي نحكيو على الإكسبلوراسيون سباسيال، نحس إنه فما شوية يعني تنافسية بين وحماية يعني مثلا في إطار عملي مع النازا خدمت على بروجي اون كوبيراسيون بين النازا والليزا، فيه النازا كانت الفكرة لم تعد محل نظر، ولكن كانت يعني باش تاخو ار دي اي اللي هو رادار نتاع تاليس، استعملته ليزا في احدى محاولات الانزال على مارس، كانت النازا باش تاخده، وكان فما يعني كوميونيكاسيون صعيبه بين لي دو اجونس على شنو اللي لازم نصرح بيه وشنو اللي لازم نخبيه، وديما لازم يرجعوا بالنظر للهيراشي رغم انهم قاعدين يعني الكوبير سور لو بروجي لوي ميم، يعني وفما نوع من التحفظ من الوكالتين يعني. هذا في علوم الفضاء، ولكن في علوم الارض نحس انه فما اكثر انفتاح وتعاون. في علوم الارض فما اكثر انفتاح، فما اكثر نقولوا احنا حاجات ما تهم البشريه ككل، دونك ومن حق البشريه انها تعرفها، ولكن كي نحكيوا على التكنولوجيا على الاقل مش وقته الان باش نقولوا، هما يقول لك مش وقته تو يجي نهار العالم ما يعرف. باهي دكتوره، قبل ما نحكيوا على ايناس الفني اللي هي بنت حسب ما نعرف يظهر لي بنت الشابه، انت سليله المدرسه الوطنيه، انت وين قريت؟ اعطينا كيفاش وين قريت الابتدائي وين قريت الثانوي الجامعه، كيفاش التينينير او شنو المراحل التعليميه، كيفاش بدات والى ان وصلت للناس دكتوره؟ طبعا انا اذا كما قلت اصيله مدينه الشابه ولايه المهديه، بديت نبدأ من البداية بالكل من دراسة الحومة الشرقية في الشابة ومرورا بالإعدادية فرحات حشاد والمعهد، يعني قريت في الثانوي في الشابة في معهد أبو القاسم الشابي،
نجحت البكالوريا في الشابة ومشيت بكالوريا علوم المعهد الوطني للدراسات التقنية والهندسية بالمرسى، معروف نعرفه كإيباست انستيتوت بريباراتوار اتيو سيانتيفيك تكنيك المرسى. يعني عديت مناظرة الالتحاق بال ليزيكول دانجينيور مدارس الهندسة في فرنسا وتونس، ومشيت فرنسا ليكول ايسي باري ايكول سوبيريور دانجينيور ان الكترومغنيتيك الكترونيك الكترومغنيتيك اذا كان اتذكر بالباهي الاسم سامحوني. ولا هي يعني اون ايكول بريفي دانجينيور بازي سور باري، وهي يعني اتاشي لل la chambre de commerce de Paris. من غادي عملت مشيت لبريست، عملت ماستر ام دي ماتيريو ديسبوزيتيف هايبر فريكونس بور لي سيستيم كومونيكان في بريست لونيفرسيتي دو بريتانيا اوكسيدونتال، ومن غادي عملت ستاج في مدرسه المهندسين معروفه دونك تيليكوم بريتانيا، ورجعت لباري باش الالتحاق يعني عملت تيز في يونيفرسيتي بيير اي ماري كوري معروفه تاوك سوربون يونيفرسيتي. ومن الحوايج الحق يعني انا كنت مهتمه من سنوات الثانوي بال كنت نجم نقول تستهويني حكايه يعني انه اللوند ليتوماتيك اللي ما نشوفوهاش يعني تتفاعل مع الاجسام حولنا وتعطينا يعني المعلومات. من أول من قراني يعني وأول من عرفني على النظام الإلكتروني طبعا هو والدي اللي كان أستاذ تعليم ثانوي أستاذ علوم فيزيائية، قراني من سنة خمسة سنة يعني سنة خمسة ثانوي سنة سبعة يعني بكالوريا، وغرمني الحقيقة بال يعني بالفيزيك. وقت اللي يعني قريت في بريست ماتيريو ديسبوزيتيف دونك الحاجه اللي استهوتني هي الموديلاسيون الكترومغنيتيك واللي ميثود نيميريك، ورجعت دونك لباري وعملت تيز نتاعي تحت تاطير المؤطره نتاعي اللي الحق ندين لها برشا معناها برشا معناها من اللي عملته من بعد هي مدام إيلين غوسيل. عملت دونك الموضوع نتاع التيز نتاعي ايتي موديليزاسيون دو لا ديفوجن الكترومغنيتيك بار ان ميليو فورستيير، والابليكاسيون اساسا كانت الانفيرسيون دو دوني موجهه وقتها الميسيون الان يعني تم اطلاقها ليزا اسمها بايوماس، وهي ميسيون تشتغل على موجات إلكترومغنيتية يعني منخفضة نقولها بي باند، والهدف إنه اللوند إلكترومغنيتيك تخترق ما يعرف بالكانوبي يعني السيرفاس نتاع الفوري وتذهب إلى الليترون اللي هي يمثلوا سو كانبل لا بيوماس دو لا فوري يعني الكونتيتي دو بوا تعطينا انفورماسيون يعني عن طريق الاستشعار عن بعد على الأحوال يعني الديفورستاسيون أحوال الغابات على سطح الأرض. وهذه معلومة باش ناخدوها من يعني الساتليت اللي قاعد يعني يزور بطريقة دورية يعني مختلف مناطق يعني سطح الأرض بعد ذلك يعني بعد ديز كما قلت قبل جي سومي ان ابليكاسيون للنازا بوست دوكتور بروجرام في نفس السياق يعني باش نستعمل نفس الطريقه الميثود الكترومغنيتيك الميثود نيميريك اللي طبقتها للديفوجن بار لا فوري طبقتها تقريبا نفس مع التغييرات يعني il faut adapter juste la méthode numérique ou la modélisation de l'objet معنيين به طبقتها دونك calcul des propriétés électromagnétiques نتاع les particules de précipitation. ومن هناك يعني مشيت من فرنسا باري الى باسادينا كاليفورنيا، وطبعا بدات تجربتي مع الجي بي ال كما اسلفت قبل.
واضح. دكتورة باسادين في كاليفورنيا مدينة جميلة جدا وفيها برشة منشآت علمية وبرشة معناها معروفة برشة بالمنشآت العلمية متاعها المدينة متاعكم. طبعا هي باسادينا هي مدينة ديما يقولوها هنا مدينة الجي بي ال ومدينة كالتك بالضبط. كالتك وال كاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي يعني معروفة واحدة من اكبر الجامعات التكنولوجية في العالم جامعة كاليفورنيا التكنولوجية يعني اللي يعرفوا بيج بانك ثيوري مع شكل السري يعني هي الـ يعني العلماء اللي رواهم في السري هم ينتمون الى جامعه كالتك يعني جست الانكدوت. ولكن الجي بي ال في حد ذاته هو مختبر للنازا يتم تسييره يعني ادارته عبر كالتك يعني انا اعتبر رغم اني يعني امبلويي دو جي بي ال انا امبلويي دو كالتك اللابوراتوار est dirigé par administrativement par Caltech. Donc وهي مدينة باسادينا بما أنه فيها يعني كالتك و جي بي ال مدينة يعني مختلطة و انترناسيونال والحقيقة من الحويج اللي جميلة جدا في الجي بي ال انك تشكتوا عباد ما شاء الله يعني قامات علمية وديز إكسبير من مختلف الجنسيات مختلف الأجناس وتتعلم برشا وبطريقة سريعة يعني ويعني انفيرونمون ريش كما نقولوا كولتوريلمون و سيانتيفيكمون معناها. واضح دكتورة. أنا باش نختم معك دكتورة على جمعية ريكونيكت، الجمعية هذه اللي قاعدة تقوم بعمل جبار في أنها تعرف بالقامات العلمية الموجودين خارج أرض الوطن نساء رجالا، والحقيقة دائما دكتور سامي العياري هو في الموعد ودائما يعطينا دائما حاجات تشرفنا. شنو رأيك في أنه أنت كنت اختاروك من أفضل 6 نساء في جمعية ريكونيكت في 2023 معناها كقامة علمية؟ شنو كانت شعورك؟ أكيد فخر كبير اللي كنت للعائلة للوالد خاصة اللي بالحق معناها نتصور اللي معناتها شرف كبير نتصور. يعطيك الصحة. والحقيقة معناها شرف كبير لي الحق إنه يتم اختياري الحقيقة مثل هذه يعني التكريم. ويعطي الصحة بالحق سي سامي عياري معناها تشرفت قبل زاد إنه هو استضافنا أنا وأحمد ومحمد سي محمد عبيد وفي لقاء هيك مع كفاءات تونسية وحكينا على يعني على خبرتنا وعلى تجربتنا في وكالة نازا في اجتماع سابق. يعطيه الصحة يعني قائم بمجهود كبير في انه كما قلت يعرف بالكفاءات وخاصة انه يعرفنا على بعضنا يعني اني صحيح. الحقيقة احسن حاجة ممكن صارت في السلكسيون غير انه معناها بالحق شرفني معناها وشرفتني وفريمون يعني فرحتني انه تعرفت على ما شاء الله قامات اخرى نساء متألقات ومنهم من معناها يعيشوا معي في نفس البلاد وما نعرفهمش يعني وباش تكون يعني فهم مناسبة جيدة جدا نتعرف عليهم. معناها بالحق يعني وعيد الشكر. وطبعا أنا الحق ديما نقولها I'm blessed and grateful بحق محظوظة بالناس اللي ساعدوني وطبعا الفضل لله قبل كل شيء والوالدية بعد ذلك يعني بابا كما قلت وأمي زوز من أسرة التعليم يعني بابا أستاذ تعليم ثانوي سي محمد الفني وأمي زادة يعني ما شاء الله كانت هي المشرفة على تكويننا وإحنا صغار يعني خطر هي معلمة تعليم ابتدائي مدام فطوم بن طاهر فطوم الفني. وطبعا معناها نحب نشكر قلت لك يعني نحس روحي محظوظة بالعباد كل اللي ساعدوني يعني وما كنت نجم نعمل حد شيء غير يعني مساعدتهم طوال مسيرتي التعليمية والمهنية كسوا في يعني في الشاب قريت في تونس في يعني فرنسا هنا يعني الحق نحن نشكر
أهلي وأصدقائي جاء يعني بمناسبة المكالمة اليوم اللي في يعني كل أهلي في مدينة الشابة ومتساكني مدينة الشابة اللي شرفوني أمس يعني بالتشجيع عبر الفيسبوك، وشكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا على ثقتكم وتشجيعكم وكلامكم الطيب. وطبعا نشكر كل معلمية وأساتذة ابتداء من نعاود الشرقية للإعدادية فرحة حشاد وأبو قاسم الشابي ولي بيست. شكرا لكل من سندني وعاوني ماديا ومعنويا، كسوة بتكوين بتعليم بمعلومة بالكلمة الطيبة والمساندة النفسية. الحقيقة معناها وين مشيت ديما نقعد نتذكر، يعني حاليا يعني بعد المسيرة هذه كل نتذكر ناس يعني ما نجمش ننساهم، ساعدوني في مثلا في تونس نتذكر وقت اللي احتجت اني نعمل ما يعرف بالتي بي او، مفات العباد اللي عدد الكونكور داكسي او زيكول انجينيور يمكن سون فاميلي افيك سو تيرم. نتذكر مساعدة كبيرة مثلا من يعني سي الياتوار، من الفكرة انه هيئة المطارات والوزارة الدفاع اللي مثلا سمحوا لي فقط اني ندخل وقتها للوكالة تونيزير باش نستعين بخبراتهم مثلا انه نكمل تي بي متاعي. يعني هذا اكزامبل سامبل نعبيد ما نعرفهمش، فقط انه التوانسه بصفه عامه كسوا كما قلت لك في تونس في فرنسا في هنا في امريكا، بمجرد ما يراو شخص معناها يحب يوصل عنده موتيفاسيون يعاونوه يعني ويوقفوا معاه ويعاونوا باللي نجموا معناها. وانا كثيرا ممتنه حقيقه للناس هذوما كل اللي معناها ما نجمش نبدا نسمي خاطر ما شاء الله القائمه تطول، ولكن معناها لا اخص بذكر اي شخص، اما هم يعرفوا معناها الناس كل اللي يعاونوني طوال مسيرتي. نحب يعني نعاود نشكرهم ونقولهم اني ممتنه كثيرا لكل شيء معناها. هو دكتوره ايناس الكلام اللي كنت تقول فيه اذا كان يدل على حاجه يدل على الحس الانساني الموجود فيك برشا، يدل على انه حتى كيف معناها العلماء الناس الكبار دائما من عندهم الحس بيتذكروا كل التفاصيل وعندهم الحس الإنساني اللي ما ينسوش بالكل ويقعدوا دائما، وحتى خدمتكم أنتم للبشرية وهذا هو اللي يقعد ويفضل. لأن أنا الحقيقة تعجز الكلمات على أني نحكي عليك على امرأة تونسية بالحق، وبرافو. ننتظر إن شاء الله يا ربي في مناسبة من المناسبات ترجع تجي للشابة وتجينا للإذاعة لهنا، وإحنا في ولاية المهدية موجودين في قصور الساف تحديدا، تجيب حذانا وتشرفنا، ويكون لنا لقاء إن شاء الله على المباشر مع الناس الكل اللي بالحق فرحانين وسعداء اللي أنت موجودة. وإحنا أنا كماريو سعيد جدا أني معناها اتواصلت معاك، وهذا أول تقريب لقاء إعلامي منك أنت في كامل، معناتها أول لقاء إعلامي، وإن شاء الله يكونوا فما برشا لقاءات إعلامية مرة أخرى دكتورة إيناس الفني. ونخلي لك كلمة الختام. شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة، وشكرا جزيلا حقيقة على كلامك الطيب وعلى لطفك. يمكن أنكدوت صغيرة شديدة في الأخير، يعني شطري شابي وشطري سافي، ما عشان تعرف أمي يعني والدي المعلمة أسمعني إيناس. شكرا جزيلا على الاستضافة وشرفتني وشرفت سمحني بالحضور معكم اليوم. شكرا لكل المستمعين، وان شاء الله ما كناش معنا كنا خفاف ضل عليهم وما اطلتش، وحقيقه ممتنه وشكرا جزيلا. برافو برافو دكتورة إيناس الفني، عالمة بالمختبر الدفع النفاث العلمي بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. نحب نقول لك شكرا مرة أخرى جزيلا، وإن شاء الله نتلقاو في لقاءات أخرى. إلى اللقاء، نجم نقوله على وقت أمريكا، نجم نقول لك تصبح على خير دكتور. شكرا جزيلا، هارك زين، عايشك. إلى اللقاء. الحقيقة حمادي قامة علمية كبيرة، الحقيقة حمادي نعرفك أنت، حمادي شنو رأيك؟ شيء شرف جدا صح. أخذت وقت وحاولت تفسر، قلت لي مسألة معناها
علميا حاجه عاليه جدا، مش مش سهل هو حتى تحاور عالم كي من هكا مش سهل انك تحاور الحقيقه، لانه الحوار لهنا نحكي بالحق معناه اسمه خاصيه تقنيه قلم صعيب. صحيح قلم صعيب وانا عاوني الدكتور سامي باش نعمل لك فهمت الحقيقه قلم صعيب برشا سي با، وهي فسرت حاولت باش تبسط لماكسيمو ويعطاها صحه تقريبا نجحت فانها تبسط في الاخر اهميه العلم هذا وين ماشي للانسانيه للبشريه ويساعدنا راه باش نعرف تقول لك جزئيات جزئيات الثلج نقيسها. سامي العياري تفاعل يقول هما هي كيفاش عملت في مجال الغابات يقيسوا اللوح ويقيسوا، قال احنا في تونس بالشجره بالشجره نعدهم. معناه صحيح راهو معناه جاتني فكره كي تقول هي خاطر حقيقه شويه ايه. كل تعرف كي نقول لك كلمه ذاك الموجات الايجابيه بالضبط صحيح هذه هي هذه الموجات هو راهو العالم الكل فيه هذوما لي زوند الكترو الكترو ماغنيتيك يعني هما اللي مسوا الانسان راهم بالضبط. اذا كل شيء تلقاه من الطبيعه لكن تلقاها تلقى الرادار هذه الرادار قال شنو قال للسجره ندرى فاش تعمل هو يسجل هو يسجل بالضبط بالضبط اش يندرى عطشانه مش عطشانه مش بها والليميديتي نتاع الارض تنجم تساعد زاده في الزراعات فما زراعات فما ليميديتي الحقيقه هاي. عالم اخر وانا ديما نقول راهو الذكاء الاصطناعي والساتيليت وهي تخدم على الروبوات وعلى كل الحقيقه برافو قامه تشرف الشاب وتشرف ولايه المهديه وتشرف تونس وتشرف العرب وبرافو ويعطيهم الانسانيه الانسانيه ويعطيهم الصحه ريكونيكت اللي اللي بالحق عملوا تكريم للدكتورة إيناس ويعطيهم الصحة القائمين الكل على جمعية ريكونيكت. أيمن جبار يقول تخرج من تونس تنجح لكن هي بنت تونس في الاخر بنت المدرسه التونسيه تقول لك امي قراتني في الابتدائي الثانوي يعني الحقيقه بنت تونس وصلت الغادي كان وبعد الباك معناها وبعد دراسه في تونس. علم الموجات الكهرومغناطيسيه الحاسوبي مجال صعيب ومعقد. سميه تقول موجودين في التلفزه بربي احنا تنجموا تفرجوا علينا على صفحتنا الرسميه امبيونس فام في الفيسبوك. سميه سامي العياري يقول علمنا احمد محجوب ومحمد عبيد يخدموا في نفس المخبر دونك زوز علماء بور لي كونيسور لي زيكواسيون ماكسويل. سي سامي العيار يقول مثال اعلى لكل فتاه وشابه تحب تنجح دكتوره بنت المدرسه العموميه لا غير. سونيا تقول برافو بنت الشابه تعبنا من نوعيه من النساء اللي يحبوا يفرضوا علينا الاعلام التجاري المنحط في تونس. برافو برافو امبيونس فام يعطيك الصحه دكتور واحنا سعداء جدا. شفت الاعلام فما تلافز تو حمادي تحل التلفزه تلقى 9 قنوات يشهروا في سلعه ما يشهروا في سلعه والسلعه هيك مهربه معناها يشهروا في الكونتر بوند معناها والدوله تتفرج باه الدوله نحكي بصفه عامه فما سلع بالحق يجيو معناها بطريقه او باخرى ويدها في التلفزه 9 قنوات تشهر لك فيهم وتعدي فيهم ولا من رقيب وفما رداء كبيره في انهم كيفاش يفسروا كسروا لهذه حاصلوا الحقيقه ربي كما قال دكتور سامي به التكنولوجيا لا شيء غير التكنولوجيا بالحق اذا كان نحبوا ننجحوا التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يلزمنا ناخذ موقف من حاجه اسمها علم وتكنولوجيا الحل لتونس يا سيد الرئيس يقول سامي العياري سبب انتقالنا سبب هي كانت مهندسه انتقلت الى الفيزياء احنا نحسبوا في الشجره دونك سامي العياري يقول برافو تونس الام وتقعد الام والحمد لله ان تونس هي بلدنا. بعد شويه احنا باش ناخذ الدكتور سامي باش ناخذه باش نحكيوا معه على النساء المتوجات في ريكونيكت وما قيمه المراه العالمه ما قيمه المراه نقولوا احنا الكفاءه في ريكونيكت في جمعيه ريكونيكت والذكاء الاصطناعي. واكيد ايضا باش البارح كما قلنا حمادي فما برشا مظاهرات في برشا الدول العربيه اوروبيه وسي سامي البارح كان شارك في مظاهره في باريس ان شاء الله تناخذوا بعض المعطيات ما نبدوش الموجه نقعدوا برونشي على 106.8 صفحتنا الرسميه أمبيونس اف ام صوت وصوره على الفيسبوك www.ambiancefm.net على الديجيتال في كافه انحاء العالم موسيقى وراجعين أمبيونس اف ام.